بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم. لنا لقاء جديد إن شاء الله بالجديد، بخصوص اليوم الخاص بيوم التعاون الوطني. ارتأيت أنني نحيلكم بواحد الفكرة بسيطة وبسيطة بزاف، والوسائل حتى هما متوفرين إن شاء الله تعجبكم. هي ماشي فكرة، هي أفكار تعجبكم إن شاء الله. نبدأ بأول فكرة. إذن كاين عندنا هاد الشكل، هذا هي عبارة عن برتقالة بالتنقيط. التنقيط راه استعملناه في المستوى الأول كبداية، عهوة التنقيط عوض ما نقطو بأقلام اللبن. كاين واحد الوسيلة أخرى اللي يمكن لنا نقطو بها، وإن شاء الله تروقكم. عندي هاد الرسمه هذه، وغادي نمشي معها بشويه بشويه. المهم انا ما غاديش نكملها، ولكن نوحي لكم غير بالفكره. اذا عندنا هذا الجزء الاكبر، هو الجزء ديال الشجره، غادي نستعملوا فيه هاد الاعواد الكوتونتيج اللي كنستعملوا بالاذن، وهما تقريبا متوفرين في كل بيت. عندنا الصباغه المائيه، ها هي دي، واستعملنا هاد الباليت باش نوضعوا فيها الالوان ونبداو على بركه الله ان شاء الله. اذا طريقه الاستعمال بهذا الشكل هذا، وبسيطه وبسيطه بزاف للوليدات، هذا بشكل عشوائي هكذا. الوليدات صدقوني راه غادي تروقهم، لان الوليدات بطبعهم كيبغيو يلعبوا، غادي تجيهم بحال كيلعبوا، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الجماليه للاشكال. ها هي دي، ناخذ لون اخر. اذا هذا البني، ممكن تمزجوا الالوان الا ما عجبكمش هذا البني مثلا، ممكن تضيفوا ليه الابيض باش تفتحوه، او تضيفوا ليه الاسود باش يرجع قاتم. المهم الفكره ها هي دي، ولكم واسع النظر. ها هي دي، ناخذ مثلا الورود، عندنا مثلا هذا اللون الاحمر، ها هي دي، حاولوا ما نملؤوش باش ما يكونش تكدس ديال النقط وكتروح عليها الجماليه ديالها. نرجعوا للاخضر ديالنا، نديروا مثلا الاوراق، ها هما هادو. وناخذوا مثلا البني، نديروا وكيكون الفكره الاولى نهيتها. انا وريتكم غير الطريقه، ولكم ان تتفننوا في صنعها. كاينه طريقه اخرى غنستعملوا فيها وسائل اخرى. الوسيله اللي غنستعملوا فيها هي هذه اقلام اللبد، نوريكم الشكل ديالها بهذا الشكل هذا. كتجي حتى هي رائعه ورائعة جدا، عبارة عن خطوط صغيرة، خطوط صغيرة. كاين واحد الرسم أنا بديته، ها هو دا، نوريكم غير الطريقة، وانتوما تبارك الله ما شاء الله كنثق في الإبداعات ديالكم. إذا كنستعملوها بحال هكا، ما كنقطوش، بحال الخط، ها هو دا. ثم نستعملوا لون اخر اللي قريب للون اللي استعملناه باش كتعطينا داك التدرج في الالوان، ها هو هذا مثلا الاخضر. عندنا لونين،
مثلا هنا إذا الفكرة نتمنى تكون وصلت. إن شاء الله نمر إلى فكرة أخرى بحول الله. الفكرة الأخرى اللي عندنا هو الفارغ والمملوء. الأدوات اللي كنستعملوا عندنا قلم الرصاص أو قلم أزرق أو أسود أو على حسبكم أنتوما. عندنا مقص باش غادي نخدمو، عندنا إسفنجة باش غادي نخدمو، وبطبيعة الحال نرجعو للصباغة المائية ديالنا. ناخدو أولا نوحي لكم بالفكرة، وعاد ونحتاجو أوراق علاش غادي نخدمو. أنا خدمت على أوراق رقيقة، ممكن تخدمو على دوك الأوراق بابي كارتون او ديبليكس، كتجي تا هما كيكونوا لوحات كبيره. اذا هذا هو الشكل الاساسي اللي قمت بالتقطيع ديالو. ولا عندي هنا الفارغ، وعندي هنايا المملوء. هذا كيتسمى الفارغ وهذا كيتسمى المملوء، يعني ممكن تخدم على هذا او تخدم على هذا. نوحي لكم بالطريقه وانتوما لكم الاختيار. اذا هذا النموذج غنخلوه هنا. ها الطريقه ديالنا وراها بسيطه وبسيطه بزاف. ناخذ الاسفنجه نقطعوا منها وناخذ هذا اللون الاخضر وغنمشيو معاه بهذه الطريقه. هذه غتقولوا لي الوليدات غيوسخوا يديهم، كونوا على يقين ان الوليدات غيلقاو المتعه ديالهم، لان هذه مستعملها انا ومعاوده مع الوليدات، كيلقاو المتعة ديالهم والفرحة ديالهم كتكمل ملي كيوسخوا الأيادي ديالهم بالصباغة. نزيدو الصباغة ديالنا، ها هي دي. ها هي نكمل لكم هذه، ها هي دي. الزرق ما عندكش؟ انا كملت الشجره، ما غاديش نحاول، ما غنهزاش دابا حتى نكمل الرسم ديالي. دابا غنحاول ندير السحب. عندنا هذا الابيض وعندنا هذا الازرق، ها هم هذو. ونرجع مزجت الأزرق والأبيض. إذا نكمل السحابات ديالي ونرجع لكم. أنا كملت السحابات، هذه دابا الشمس غادي نحاول نضربها باللون الأصفر. ايوا الا بغيتو تزيدو الورود هنا زيدوهم. المهم الفكره هنا وحيت لكم بها، ولكم الابداع. ها الشكل النهائي ديالها هو هذا. نتمنى تكون الافكار ديال اليوم راقتكم، وبغيت نوريكم على حساب الفيديو اللي كنت نزلت المره اللي فاتت على حساب البطاقات كيفاش يمكن لكم تلصقوهم. كاينه فكره ديال البطاقات فيهم الاسماء ديال الوليدات، ها هما دو اسماء ديالهم، يعلقوهم منها الوليد الاسم ديالو يبقى ديما معلق فين ما ندخلوا للقسم، يعلق الاسم ديالو. الاصدقاء ديالو غيتعرفوا عليه من خلال الرؤيه المستمره. نتمنى تكون الافكار ديال اليوم عجباتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام.